يمكن فلحوا يحلوا مشكلة حاجة تانية، تعال نروح للأدوية. الأدوية ملف مهم جدا، لأنه حياة وموت مش حاجة تانية. صدى البلد مدبولي بيوجه بحل مشكلة نواقص الأدوية، أهو بيقول لهم يا جماعة حلوا مشكلة نواقص الأدوية. أيوة مين اللي هيحل؟ رئيس الوزراء بيوجه. أيوة بتوجه مين يا بيه؟ هو قال لهم حلوا ونسقوا مع الشركات عشان تضاعفوا الإنتاج، مع إن في مصدر موجودة هو في شعبة الأدوية بيقول لك مش هتتحل الأزمة بتاعة نقص الدواء إلا بتسريع وتيرة زيادة الأسعار. يعني إيه؟ يعني يا عم الموضوع ملوش علاقة غير بإنك عايز تزود السعر، فزود سعر الدواء علشان يتوفر في السوق. مصدر في شعبة الأدوية قال لك الأزمة اللي حصلة دي مش علشان إنتاجه، قال لك القصة كلها إن هو لازم يعلي السعر، فبيقول لك هتتحل أزمة الدواء أول ما سعر الدواء يزيد. وصلنا. طب نشوف بقى متحدث الحكومة الحمصاني، في أقوال الحمصاني كشف لنا عن سبب أزمة الدواء. قال لك الدولة دلوقتي بتحاول تحلها، الدولة بتحاول توفر 1,200,000,000 جنيه عشان شحنات المواد الخام. طب فين فلوس رأس الحكمة؟ طب وانتوا بتاخدوا فلوس راس الحكمة تبعزقوها شوية في سويسرا للبهوات وشوية للديون وقصتها وفوائدها، ما فكرتوش خالص تشيلوا على جنب كده جزء صغير للدواء؟ اسمع من الحمصاني في قوله الشكل تاني، اسمع معي. سيصل بنهاية الأسبوع المقبل، وبطمن حضرتك إنه يعني هذه الشحنات هي ما سبق أن أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء من توفير حوالي 1,200,000,000 دولار لتغطية تلك الاحتياجات، وإن شاء الله ستصل تباعا. بالفعل وصلت بعض الشحنات ومتبقي البعض الآخر سيصل خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله بنهاية الأسبوع المقبل. أضف إلى طوابير العيش وطوابير اللي بيقفها المصريين على اسمها إيه دي، يقول معايا بتقفوا فين يا جماعة، اللي هي البريد، مكتب البريد، البوستة، ناس بتقف في مكتب البوستة عشان تاخد فلوس وعشان مش عارف المعاشات، انتوا عارفين. اضف ليهم طابور على الدواء وحرب تكسير عظام. العربي الجديد قالت كده، قالت طابير الناس في مصر على الدواء بتعتبر حرب تكسير عظام، وكل ده حاصل في البلد واحنا عندنا نظام مهمته ومهمة عنده يقول لك الإخوان جماعة إرهابية على نظام كيداهم ونظام السلايف والضراير، ناس مجانين بيحكموا دولة كبيرة بحجم مصر. ولما أقول لك مجانين مش معناها إن هم مش خونة وإنهم مش فسدة وإنهم مش مجرمين، ولكن في إدارة الصراعات ناس مجانين، ناس هبلة. عشان كده عايز أسأل حضرتك النهاردة عن رأيك في حرب الشاشات وخوف النظام من الشعب المصري. هعرض عليك دلوقتي تقرير بعنوان نظام كيداهم، أحداث فيصل اللي كشفت طريقة إدارة السيسي لمصر. إدارة، أنا آسف أقول لك اللفظ ده بس الناس بتقوله، إدارة السلفة أم صرم، اللي هو إيه؟ مغلول كده. ده أنا آسف جدا، ده التعبير اللي منتشر جدا ومالي السوشيال ميديا من امبارح.